قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في مكان من أماكن السودان في ولاية كردفان، ونحن نرى هذه المناظر الخلابة والمياه الجارية، كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد مهما بلغ درجة من الصلاح أن يأتي بمثقال ذرة من هذا. ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى من يعتقد أن غيره يفعل شيئا من هذا ولو كان ذبابا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالخلق الموجود ده أول حاجة يذكرنا بعظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه خلق عظيم، فيدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. وهذا يسير 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 من خلق الله جل وعلا، وهو القادر والقاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ولكن نحن نخاطب بهذا الكلام وبالإيمان بالربوبية، نخاطب من أشرك بالله سبحانه وتعالى من هؤلاء الأقوام هنا وهناك. في ناس كتار بيدعوا إنهم بيخلقوا مع ربنا سبحانه وتعالى، نتحداهم إن يخلقوا مثل هذه المياه أو مثل هذه الأشجار أو مثل هذه الحجارة والجبال إلى غير ذلك. لا يستطيع إنسان أن يخلق شيئا منها، ولا يستطيع إنسان أن يخلق ولو ذبابا، كما تحداهم الله سبحانه وتعالى في الآية. وبعد عندنا ناس هنا في البلد دي، واحد قال نحن في السودان ده الخنجر، نمشي للمشايخ وندفع القروش والمشايخ يدون المطر. قال لين فيك وهابي، يقول لك ما تسأل الله، هب تسأل الله وبرضه ما بديك المطر. وين شيوخه ديل يقدر يخلقوا زي ده؟ ما يقدر يخلقوا. ربنا سبحانه وتعالى قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فنحن نتحداهم جميعا إنه يأتوا بمثل هذا ولو ذر منه من هذا الخلق أن يخلقوه من دون الله تبارك وتعالى. فإذا كانوا لا يستطيعوا ولن يستطيعوا، فعليهم أن يؤمنوا بربوبية الله وبألوهية الله وبأسمائه وصفاته. وفي الشدائد لا يلجأ إلا إلى الله الذي خلق هذه الأشياء، وفي المُلمات لا يستغيث إلا بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا بربوبيته أمرنا بألوهيته ونهانا عن الشرك به، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.